اهتمام غير مسبوق تليه الدولة لذوي الاحتياجات الخاصة لدمجهم في المجتمع، وحرص من القيادة السياسية على أن يحصلوا على حقوقهم كاملة كما كفلها لهم الدستور. واتساقا مع هذا التوجه وانطلاقا من الدور المجتمعي لوزارة الداخلية وتحت راية مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية، نظمت الوزارة يوما ترفيهيا لعدد من أطفال مدارس ذوي الاحتياجات الخاصة بإدارة شرطة الخيالة بالقاهرة. تم خلال هذا اليوم تقديم عدة فقرات ترفيهية لهم وتوزيع هدايا عينية عليهم. ويأتي هذا اليوم الترفيهي مشاركة من وزارة الداخلية لهؤلاء الأطفال الاحتفال باليوم العالمي للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. أولاد مبسوطين جدا، كان في استقبال حافل ورائع بيهم، وكمان شاهدوا عرض كله إبداع وكانوا مبهورين بيه جدا، إلى جانب حسن الضيافة من كل اللي موجودين. الطلبة مبسوطة جدا واليوم جميل جدا، ومش قادرين نعبر عن اللي جوانا من فرحة ولادنا باليوم فعلا يعني. وبهذه المناسبة أيضا نظمت الوزارة احتفالية لعدد من طلبة وطالبات مدارس التربية الخاصة بمقر أحد أندية الشرطة، حيث تم استقبالهم بالورود واصطحابهم في رحلة نيلية للاستمتاع بأجواء طبيعية خلابة وساحرة. كما تضمن برنامج الحفل عروضا وفقرات فنية مختلفة ومتنوعة استمتع بها الحضور وتفاعل معها، فضلا عن توزيع هدايا تذكارية على الطلاب لإدخال البهجة والسرور في نفوسهم. الولاد انبسطوا جدا بالزياره وبالرحله النيليه وكانوا بيرقصوا وفرحانين. انا بشكر جدا وزاره الداخليه على المبادره الجميله ديت اللي عملتها مع ابنائنا. وفي ذات السياق قام قطاع حقوق الانسان بوزاره الداخليه بتنظيم احتفاليه لوفد من الاشخاص ذوي الاحتياجات الخاصه في اطار حرص وزاره الداخليه على تقديم كافه اوجه الدعم لهم. محتاجين جميع الوزارات تحذو حذو وزارة الداخلية. بتقول إن وزارة الداخلية هي اللي ساعدتها في كل حاجة، أول باب اتفتح لها هو وزارة الداخلية من 4 سنين، دعموها وقفوا معاها وعملوا دورات تدريبية كتير خاصة بالسادة الضباط والأفراد. لما كان قبل كده بيروح يعمل بطاقة أو أي حاجة مستند رسمي كان الموضوع صعب قوي، دلوقتي الموضوع بقى سهل جدا، جواز السفر، البطايق، الحاجات دي بقت، المكاتب بقت مفتوحة وفاهمين بعض، وفي أسابيع كمان مجانية كمان بتتعمل، بيشكرهم جدا. وبقول لوزارة الداخلية إن هي بتساعدنا كتير في الأحوال المدنية وبتساعدنا في الجوازات السفر، أنا مبسوطة جدا، ربنا يحفظكم جميعا. كان بيقف في طابور طويل عشان يخلص المستند بتاعه، دلوقتي بقى خلاص بقى عارف إنه صم، بقى في حد يقول له لا تعالى اعد الطابور، انت ليك معامله خاصه، بقى نفسيا مرتاح وربنا يحافظ عليك ووزير الداخليه وكل القائمين على المبادره. دور مجتمعي تحرص وزاره الداخليه على تفعيله واهتمام منها بذوي الاحتياجات الخاصه، تيسر عليهم في المواقع الشرطيه وتنظم زيارات لهم احتفاء بهم، لتؤكد الوزاره دائما ان دورها الانساني لا يقل اهميه عن دورها الامني. اهلا بحضراتكم مره تانية، ربنا يبارك لهم الحقيقه جهد رائع من وزاره الداخليه وتواصل لفهم حقيقي لطبيعه دور الداخليه في التنميه ورعايه الافراد والشرائح والطبقات الاجتماعيه على اختلافها قبل تحقيق الاهداف الامنيه المكلفين بها.